أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء حارة في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة كانت أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام بكثير، أجواء كانت مستقرة بشكل عام، لكن خلال الساعات القادمة خلال ساعات هذه الليلة يتوقع أن تبدأ المملكة تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مرافقة لهذه الأجواء الخماسية، وبالتالي تنتشر كمية من الغيوم العالية والمتوسطة وتعطل بعض زخات الأمطار المحدودة والعشوائية الطاطئة. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة كما ذكرنا حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، درجة حرارة مرتفعة خلال ساعات الليل 19 درجة مئوية مع فرصة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمحدودة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. الملموسة 18 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. تبقى المملكة تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة زخات خفيفة من الأمطار وعشوائية الطابع. إربد 26 إلى 21، عجلون 25 إلى 21، جراش 27 إلى 20، المفرق 27 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى إذا تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة زخات محدودة من الأمطار. الزرقاء 26 إلى 20، البلقاء 25 إلى 21، عمان 24 إلى 19، مأدبة 25 إلى 20، والبحر الميت 32 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بأجواء غير مستقرة، حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات محدودة من الأمطار. الكرك 26 إلى 20، الطفيلة 27 إلى 21، الشوبك 26 إلى 17، معان رياح نشطة وأتربة مثارة 28 إلى 15، والعقبة أجواء حارة 34 إلى 24 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالمنطقة الشرقية حيث تهب رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار مع أجواء حارة نسبيا. الأزرق 28 إلى 19، الصفاوي 27 إلى 18، ورويشة 28 إلى 19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، ليلة سعيدة نتمنى للجميع، إلى اللقاء.